أستراليات يلجأن إلى الدعارة لإعالة أبنائهن. تقرير أرسلة دكاش. عدد كبير من الأمهات العازبات بأستراليا عم بيواجهوا انتقادات قاسية بما أنهم عم يتوجهوا إلى ممارسة أعمال غير أخلاقية بتعطيهم مردود مالي جيد. هالحالة تطورت من بعد قرار صدر بالبلاد بيحرمهم من بدل الأمومة وبينقلهم إلى بدل البطالة إذا بلغ أصغر أبنائهم عمر 8 سنين. القرار يلي تم تفعيله مع بداية السنة أثر على 84 ألف من الأمهات والأباء يلي بيربوا أبنائهم وحدهم، لكن أثر أكثر على النساء يلي عم بيلاقوا صعوبة بالغة تسير حياتهم بمبلغ البطالة الهزيل يلي ما بيتجاوز ال 35 دولار يوميا، وهو مبلغ بيقل بمقدار بيتراوح بين 60 لل 100 دولار أسبوعيا عم اعتادوا تقاضي قبل القرار. إحدى بيوت الدعارة ببريسبن أكد أنه تلقى فايض من الطلبات من أمهات عازبات يرغبوا بالعمل من بعد القرار الأخير، بما أنه بهالبيت بتتقاضى النساء على كل 8 ساعات عمل مبلغ 1000 دولار. وبنفس السياق أكدت متحدثة باسم بيت دعارة آخر بملبورن إن بتعرف أمهات عازبات قدموا طلبات للعمل بأندية التعري أو ستريبتيز، بحيث بيلاقوا التعري أمر مستحسن أكثر من العمل كفتيات ليل لتوفير موارد إضافية من المال.